تاني كده يقول رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلى بالسيف وطافوا في جلود غنم وجلود معزه معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. كل سنه وانتم طيبين. نفسي اكلمكم النهارده لماذا احب الاستشهاد؟ لماذا احب الاستشهاد؟ اربع نقط كده بسرعه. نمره واحد، كانوا مدركين مجد الالم. كانوا مدركين مجد الالم. عرفوا كويس مجد الالم. معلمنا بولس الرسول يقول كده في كورنثوس الثانيه اصحاح 4 عدد 17، لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. ثقل مجد ابدي. خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. عشان كده كنا نتالم معهم لكي نتمجد ايضا معهم. يعني فيه الم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه مجد في النهايه، فيه مجد. عارفين زي واحد يكون تعبان كده يقول لك ايه؟ تعب ساعه ولا كل الساعه. وبرضه الست في البيت يقول لها ايه؟ ما فيش حلاوه بلا نار. انت حافظين كويس خالص. هكذا برضه بالظبط كده. كانوا مدركين مجد الالم. نتعب هنا عشان ايه؟ عشان نرتاح هناك ونكلل هناك. ناخد قصة زي قصة القديس استفانوس. القديس استفانوس أول الشهداء، مش كده برضه؟ زمان كانوا يقولوا لنا مين أول الشهداء؟ نقول ماري جرجس، من محبتنا مين؟ فماري جرجس، لكن هو أول الشهداء مين؟ القديس استفانوس. القديس استفانوس حطوه في حفرة وابتدوا يرجموه كل واحد بحجر. وهو باصص كده لقى السماء ايه؟ السماء مفتوحة. من فرحته بالسماء وبهاء السماء وجمال السماء نسي الحجارة ايه؟ الحجارة اللي بتيجي فيه. نسي الألم اللي هو ايه؟ اللي هو فيه. وفرحان بايه؟ السماء، وشايف ابن الإنسان جالس عن يمين العظمة فين؟ في السماء. جالس عن يمين العظمة في السماء. راح جلس على ركبتيه او جس على ركبتيه وراح صارخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. ممكن تقولوا معايا يا رب. اتعلمنا فين ده يا جماعه؟ في مدرسه المسيح. يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. احبائي، الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيق أن يستعلن فيه. كل ألام هذا الزمان لا تقاس بالمجد. المكافأة كبيرة يا جماعة، مكافأة كبيرة. المسيح هيدينا مكافأة كبيرة، فمهما تألمنا هناك إيه؟ هناك هنتمجد أكثر. يبقى نمرة واحد، كانوا مدركين مجد إيه؟ مجد الألم. احفظوهم عشان أسمعهم. كانوا مدركين مجد الألم. نمرة اثنين، كانوا متأكدين أنهم غرباء. كانوا متأكدين أنهم غرباء. يقول إيه؟ غريب أنا على الأرض لا تخفي عني وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطأ إليك. الإنسان الغريب دايما معاه إيه؟ معاه الخريطة تحت السماء. خريطة تحت إيه؟ السماء، هيوصل بها للسماء. زي واحد غريب كده ونزل في لوكاندا. اللوكاندا دي هيقعد فيها يومين. الحاجتين اللي بيركز عليهم في اللوكاندا: النظافة بتاعت اللوكاندا، نمرة اتنين المعاملة بتاعت اللوكاندا. صح كده ولا لا؟ حاجتين دول أكتر حاجتين. فالنظافة إذا كانت نظيفة هيقضي اليومين بسلام، وإذا كانت مش نظيفة برضه هيقضي اليومين بسلام. المعاملة، المعاملة كويسة هيقضي اليومين بسلام، المعاملة مش كويسة
برضه هيقدموا بسلام، صح كده؟ أقصد إن هذا ده اليومين قليلين نعديهم بأي شكل. نعديهم بإيه؟ بأي شكل عشان نروح إيه؟ نروح السماء. يقول كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية 5-6: ونحن في الجسد متغربون عن الرب. عن إيه؟ لأنه مشتاقين أن نخلع هذا الجسد. متى يا رب؟ متى نروح بلدنا؟ زي اللي مسافر في الكويت يقول متى؟ يفضل يعدهم، أنا فاضل لي سنة وست شهور، أنا فاضل لي مش عارف 4 شهور، أنا فاضل لي 3 أسابيع، أنا فاضل لي يومين، أنا فاضل لي ساعة، مش كده برضه؟ بالساعة؟ أيوه بيحسبها بالساعة. متى أروح لأولادي؟ حاجة اسمها الحنين للوطن، حنين إيه؟ الوطن بيحن يروح لأولاده ومراته وهو إيه؟ وهو فرحان. تعالوا نشوف طابور، طابور غرباء. من أول الطفل لحد الراجل العجوز الكبير في السن. أول واحد قديس كرياكوس، كم سنة ده؟ كم سنة؟ 3 سنين. طب لما يقف قدام العزبات يقول لك إيه؟ أنا مسيحي، أنا مسيحي، يا اللي بتخبي صليبك، يا اللي بتضار إيدك، يا اللي بتقول أنا مسميش مش عارف إيه، عايزين نسمي اسم محدش يعرف. ها؟ لا، ده إحنا بنسمي على أسماء القديسين والشهداء والشهيدات، صح كده؟ سميهم على أسماء القديسين. أول واحد. طب واحد تاني أكبر منه شوية، القديس مين؟ أبانوب، كم سنة؟ 12 سنة. ويقف قدام كم والي؟ 3 أولاد، والتلاتة أولاد عايزين ينكر اسم الله. اقطع رجلي واقطع ايدي، يا ما فعلت كتير بجدودي، مش ممكن ابدا. ايه يا بنوب؟ ده القديس ابنوب راح للاستشهاد برجليه، ما استناش لما الوالي يجي لحد عنده، لا ده راح له هناك. مش خايف؟ لا، ان عشنا فللرب، وان متنا إن عشنا وإن متنا فللرب. مش خايف يا أبنوب؟ يا ريت تسموا اسم أبنوب، جميل جدا. أبنوب أبو الذهب، أبو إيه؟ حاجة ذهب، إحنا ذهب. المسيحيين كلهم ذهب. اللي فلسوا إحنا مالناش دعوة بيه. الناس المسيحيين كلهم إيه؟ ذهب. الذهب تحطه في النار يبقى ذهب، تحطه في التراب يبقى ذهب، تحطه في المية يبقى ذهب، صح كده؟ لكن الفلسو يعمل إيه؟ فلس. فرص فرص، صح كده؟ ما عندناش حد فرص فرص. واحد تاني أكبر منه شاهدنا العظيم، قديس مين؟ ماري جرجس. عنده كم سنة؟ تقريبا 30 سنة كان. 30 سنة تقريبا. ماري جرجس ده عاد، ده البطل عاد، ده الرومان، ده شفاح كنيستنا، ده سريع النتحة، سريع إيه؟ سريع النتحة، يجي لك بالحصان بتاعه سريع، خلي بالكم، أسرع من الطيارة، أسرع من الطيارة. في ثواني تلاقيه جنبك، ثواني تلاقيه جنبك. 7 سنين أكملها القديس مين؟ ماري جرجس. طب وبعدين؟ و70 ملكا منافقون يحكمون عليه. هنسنيك عن عزمك، مش ممكن. هنخليك تنكر مسيحك، مش ممكن. طب هنقطعك بالهمبازين حتة حتة، مش ممكن. إن عشنا فللرب إيه؟ وإن متنا فللرب نموت. يا سلام، ويا الله يؤمر كده يقطعوه بالهمبازين ويحرقوه بالنار ويدروه بالمدراية. الناس الكبار عارفين المدراية، صح كده؟ دروه في الهواء، ويجي الله كده يؤمر ال4 جهات، اجمعوا حبيب جوارجيوس، يروح جمع التراب بتاعه، قم يا حبيبي جوارجيوس معافى من التراب من الرماد. ايوه، اللي قوم العازر بعد 4 ايام يقدر يقوم بيه ماري جرجس. يا سلام، ماري جرجس ده حاجة عظيمة جدا، صح كده؟ كلكم بتحبوا ماري جرجس؟ وأنا بحبه معاكم، خلي بالك. بعد كده أكبر منه تاني مين؟ واحد اسمه القديس بيليكاربوس. القديس بيليكاربوس ده عنده كام سنة؟ 86 سنة. حد عنده 86 دلوقتي؟ يا رب نديكم طول العمر يا رب توصل 86 كده. ها؟ 86، القديس بيليكاربوس. لازم تنكر مسيحك. قال له بيه، اسمع يا جماعه لو سمحت، اللي مش سامع يسمع. 86 سنه
ما شفتش منه يوم وحش. تقدر تقولها معايا لو سمحتوا؟ 86 سنة وأنا صدقوني ما شفتش منه يوم وحش، وأنت ما شفتش منه يوم وحش، وأنت ما شفتيش منه يوم وحش، ولا هنشوف يوم إيه؟ وحش. ده إحنا الوحشين، إحنا اللي غلطانين، إحنا اللي بعدنا عنه، إحنا اللي ما نديله القفا للوجه، صح كده؟ مددت الشعب إيديا طول النهار للشعب ومعاند، أعطوني القفا لا الوجه. 86 سنة ما شفتش من يوم وحش، إزاي أنكر المسيح مش موجود؟ واحد تاني آخر الطابور عنده 105 سنة. في حد عنده 105 سنة هنا؟ إيه الست الكبيرة اللي ورا دي عندها 105، مش كده والله؟ في حد 105؟ يا رب يديكم طول العمر 105 كده، صح كده؟ ليه بس يا ابونا ما تدعي علينا؟ لا مش اما ادعي لكم صدقوني. قديس مين يا جماعه؟ ابو قسطور. ابو ايه؟ قسطور. يا سلام، ودي حته البيضه بس مش قصير زي بتاعت انا كده، دي جايبه لحد كده، لحيه البيضه والقلب الطاهر والايدين المرفوعه والدموع المسكوبه والركب المنحنيه. ويا سلام عليك يا ابو قسطور، يا سلام عليك يا ابو قسطور، ابو قسطور البردنوهي. بلد اسمها ايه؟ بردنوها. اسمها ايه؟ ها؟ او فكروها، تفتكروها بالبرد يعني، ها؟ بس بردنوها يعني، ماشي؟ 105 سنه. هنقلع لك شعر دينك شعره شعره، اعمل اللي عايزين تعملوه. هنعذبك عذاب عمرك ما شفته، اعمل اللي عايزين تعملوه. وبعدين ايه؟ الله، حلو الطابور ده مش كده برضه؟ من اول قديس مين؟ كرياقوس 3 سنين لحد القديس ابو قسطور 105 سنه. تعالوا نشوف الان بقى مونيوس عمل ايه؟ حس ان هو غريب، هتعمل ايه؟ خد شعبه وطلع على الجبل. الوالي جاي يعذب المسيحيين في مدينه اسنا وارمنيا. خد الشعب على الجبل فوق وراح مصلي قداس، كله هيتناول، المتخاصم يصطلح، كفايه يا جماعه العمر ما فيش فيه وقت تاني، خلاص كلنا هنصلي وكلنا هنتناول وكلنا نقول يا رب ارحم، كلنا نقول ايه؟ يا رب ارحم، ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب كعظيم رحمتك. كله هيتناول، كله يلبس ابيض، حط اشرب على راسك يا ماما، صلح حجارتك يا ماما، كفايه حماتك يا ماما، لازم تحب اللي الناس اللي بتكره، كفايه شيل من قلبك الحقد والكراهيه، يلا تعالى اطلع الجبل. كله يتناول مع واحده، واحده اسمها الرشيده. الست الرشيده دي قاعده في البيت، فدخل لجوا البلد، بص بص ما فيش حد خالص الا الست دي بس. فين البلد؟ كل البلد طلعت مع الانبا امونيوس وكلهم بيصلوا على الجبل. راح خد السيوف والجنود بتاعته، طير رقابهم كلهم بعد ما تناولوا من الاسرار المقدسه وسامحوا بعض، وراح السما كلهم، راح السما كلهم. ان عشنا فللرب نعيش. وبعدين الست الرشيده دي هي اللي جات لهم على المكان. بعد كده وهم راجعين في السكه لقوا 3 فلاحين، صورس وانطوكيوس ومشهوري، الثلاثة راجعين. السيوف بتاعتنا اتلمت، مش ممكن هنموت تاني، ده احنا مسيحيين بس مش هنموت حد تاني. لو اقول لكم خد الفاس بتاعتنا واقطع راسنا بيه، كل واحد بالفاس، لو واحد غيرهم يقول لك ايه؟ مليح اللي جت منكم ما جاش مننا، مش كده برضه؟ الفاس اتلم، السيف اتلم، السيوف اتلمت، خلاص على كده. ربنا مش رايد، ربنا ايه؟ بقى ربنا رايد، عاوزنا نروح السلم. عطوهم السيوف بتاع الفؤوس بتاعتهم وقطعوا رؤوسهم بيه بالفؤوس بتاعتهم. 3 فلاحين، 3 ايه؟ 3 فلاحين، 3 ايه؟ يعني الفلاحين دول فجرسنا من فوق، هو مش بالعلم، اهم حاجه بيه بالقلب. يا ابن اعطيني ايه؟ اعطيني القلب، اعطيني القلب. كانوا متاكدين انهم ربا. نمره 3، كانوا عايزين يوفوا الدين، علي دين،
المسيح صام عنا وصلب عنا ومات عنا. نقول مع بعض: صام عنا وصلب عنا ومات عنا. عايز اوفي يا رب الديان بتاعي، ليه بالصوم الاربع والجمعه يا ابونا؟ حتى الاربع والجمعه نصوم. ما الاربع ده المؤامر على المسيح بسبب خطيتي انا، واليوم الجمعه صلب المسيح بسبب خطيتي انا، شال خطيتي فوق راسي. ليه مش الصوم ده؟ احنا هنقدم لك جزء من محبتك يا رب يوم الاربع والجمعه. يا اللي مش هم الصوم الاربع والجمعه، يا اللي بتستهتر بيهم، حتى الرسل هنصوم لهم. هم الرسل ده، ما هم احنا اولادهم، احنا اولاد الشهداء والقديسين والاباء الرسل، صح كده ولا لا؟ يقول المعلمنا بولس الرسول: اوعى تروح مدينه اورشليم. ليه؟ الذي له هذه المنطقه سيربطه اليهود ويسلمونه للامم. قال لهم: مالكم يا جماعه؟ ده التلاميذ بتوع معلمنا بولس الرسول: تبكون وتحزنون قلبي، انا مش لست مستعدا ان اربط فقط، بل ان اموت من اجل المسيح. من اجلك يا رب نمات كل النهار. نمات ايه؟ كل النهار. يعني ايه نمات كل النهار؟ نشتم فنبارك، يفترى علينا فنعص، صرنا كاجزار العالم ووسخ كل شيء. يا ما يشتمونا يقولون يا اربع ريشه، مش كده برضه؟ بطلت ولا ما يقولوها؟ اما يقولوها لحد النهار، ويعايرونا ويطردونا ويهجرونا من البيوت بتاعتنا في مدينه المنيا، صح ولا مش صح؟ يقول لنا الكتاب كده في متى 5، قولوا معايا لو سمحت: طوبى لكم اذا طردوكم وعايروكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين. افرحوا وتهللوا، لان اجركم عظيم فين؟ يا جماعه المكافاه كبيره، ما تخافوش. الدموع بتاعتكم همسحها. مد ايده الحلوه، ايه؟ مد ايده الحلوه. يا سلام عليك يا رب، ده انت حنين قوي، تمسح دموعنا يا رب. ما نستاهلش ديك تتمد لنا. لا، ده انت ولادي، انت ولادي. شهداء ليبيا، عزباء وهنات ومعيرات، ويجيبوهم على الهواء مباشرة ويقطع رؤوسه. يا سلام، ناس بسطة في التعليم بتاعهم، يمكن أكتر واحد واخد دبلوم، لكن ناس إيمانهم قوي جدا، إيمانهم قوي جدا. أدينا شفنا الاستشهاد على الشاشة كده، ها؟ على الهواء مباشرة، مش كده برضه؟ يا سلام على الناس الحلوة دي. نمرة واحد، كانوا مدركين مجد الألم. نمرة اثنين، متأكدين انهم غرباء. نمرة ثلاثة، كانوا عايزين يوفوا الدين اللي عليهم. نمرة أربعة، أنا خلصت. نمرة أربعة، كانوا مشتاقين للسماء. كانوا مشتاقين ليه؟ قولوا معايا عشان أسمع، كانوا مشتاقين ليه؟ يقول لك فلان خنفاوي. فلان ايه؟ خنفاوي، جاية من كلمة خنفاوي، يعني سماوي. انت سماوي يا حبيبي، اوعى تفكر نفسك انت في الارض. حتى لو كانت رجليك على الارض، فكرك في السماء. رسنا من فوق، فكرنا فين؟ في السماء مش في الارض. احنا مشغولين بالارض. الواد اتعلم ازاي وكان ازاي وشرب ازاي وعنده فلوس في البنك ازاي، وعندنا بيت ولا ما عندناش بيت، هناخد كم بيت واحنا رايحين؟ ولا بيت. باطل الاباطيل وقبض الريح، وانا منفعه تحت ايه؟ هم عاشوا السماء على الارض وراحوا يكملوا هناك. عاشوا السماء على الارض وراحوا يكملوا ايه؟ هناك. يقول لك ابديه ما تنتهيش، وحزن هناك ايه؟ ده هناك على طول هنعمل ايه؟ هنعيش هناك على طول، هنعيش. ما لم ترى عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر ما عدها الله للذين يحبون. ايه هناك يا معلمنا بولس الرسول؟ يقول لنا ايه؟ الاشتهاء. انا انطلق واكون مع المسيح. انا صدقوني محصور بين اثنين. ايه هما الاثنين دول؟ ستك وخالتك؟ لا، ولا ست ولا خالتك. انا عايز ست ولا عايز خالتك.
أمال محصور بين، محصور عايز أقعد هنا عشان أخدمكم لأجل تقدمكم وإيمانكم في المسيح يسوع. والحاجة التانية لي اشتهاء أن أنطلق بس مع المسيح، قولوا لو سمحت معي، مع المسيح ذاك أفضل جدا. مرة تانية، مع المسيح مفيش بعد كده تاني، مفيش بعد كده تاني. قديس سمعان الشيخ ايه رايك؟ يقول الآن يا سيدي اعمل ايه؟ اطلق عبدك به حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصا. ده لسه المخلص ما قدمش الخلاص، بس أنا شفت المخلص اللي هيقدم الخلاص. أديني شلت على دي. الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام. خلص زيتها، روح البيت، كفاية كده. كانوا يا أحبائي يتسابقون إلى ساحات الاستشهاد. أحب أقول كلمة يتسابقون دي. واحد حاطط الجلابية في أسنانه وبيجري ناحية السماء. أوعى تكون مشغول بحاجة هنا، أوعى تكون مشغول بالقرشانات اللي عندك، أوعى تكون مشغول بصحتك، أوعى تكون مشغول بأولادك، أوعى تكون مشغول بالطين، ده اسمه طين. خليك مشغول بأبديتك والسماء دايما على طول، والسماء دايما على طول. وهم فرحانين ومتهللين ولابسين ثياب بيض، مش خايفين، مش خايفين من العذابات. إيه؟ الله لا يمنع العذاب عن أولاده، ولكن يكون معهم فين؟ في العذاب. يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. في قديس اسمه القديس فوكا، أختم بها الحكاية. قديس مين؟ فوكا، باليوناني فوكاس، اسمه فوكا. قديس فوكا ده بعت للقديس ديجلديانس، كان راجل بستاني كده عنده حتة جنينة، وكان يعزم الناس الغلابة ويوكلهم. أهم حاجة الناس الغلابة. خد بالك من عيلتك، الأرملة اللي قاعدة على جنب خد بالك منها، أختك الغلبانة خد بالك منها، ابنك اللي قاعد على جنب ده اللي مش مكفي أولاده خد بالك منه. اديله العشور، اديله العشور واهتم بيه واسأل عليه، واسأل على أخوك الغلبان اللي فخر البلد اللي أنت مش بتسأل عليه خالص، ولا اللي قاعد في بلد تاني. قديس فوكا كان يعمل كده، يجمع الناس الغلابة والأرامل ويوكلهم ويشربهم. سمع عليه دقلديانوس، فراح بعت له الجنود بتاعته عشان تعذبوا، ها؟ واخدين بالكم؟ وفي الاخر يقطع راسه بحد السيف. فراحوا عند القديس فوكا، وقفوا قدام البيت بتاعه، اتفضلوا تعال اتفضلوا. فدخلوا عند البيت، ففضل ياكلهم ويشربهم. قالوا له احنا هم ما ياكلوا كده، قال عايزين واحد اسمه فوكا. فوكا حاضر، ده قريب مننا قوي، ما تقولش عايزين منه ايه؟ قال ده دقلديانوس بعتنا عشان نعذبه ونقطع راسه في الاخر. قال لهم خلاص ده موضوع سهل خالص، كلوا واشربوا براحتكم وناموا، وهو قريب مننا هوريكم المكان بتاعه. هم ناموا، وهو في الليل سهر، سهر يعمل ايه؟ يفحر القبر بتاعه، عمل ايه؟ ها؟ بحت القبر بتاعه، عمل قبر لنفسه. واحد غيره كان يعمل ايه؟ كان يهرب. فرصه ليك جدك هذه، هذيك عرفتهم جايين ليه؟ اهرب براحتك، لكن ان عشنا وان متنا عمل القبر بتاعه. وصح الصبح، قال في الصباح رباحة، بنقول في الصبح قال لهم على فكره فوكا موجود معانا في البيت. مين فوكا ده؟ قال لهم انا فوكا. انت فوكا وطول الليل تاكل فينا وتشرب فينا وتضيف فينا، ايه اللي ضغط الضيافه بتاعتك الحلوه دي والاهتمام بينا طول الليل؟ ده انت راجل حلو خالص، مش ممكن نعمل فيك حاجه. قال لهم تنفذوا اللي قال لكم عليه دقلديانوس بالحرف الواحد، بس اكراما ليا تحطوني في القبر اللي فحرته فين؟ ايه؟ في البستان بتاع ورا. ففعلا عملوا كده، فضلوا يعذبوا فيه، دخل طيروا رقبته بحد السيف وحطوه في القبر بتاعه. يا سلام، كانوا مشتاقين للوطن. نعما لك ايها العبد الصالح، كنت امينا في القليل
تقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك لالهنا المجد الدائم للابد امين. اذكرونا في صلواتكم.